أب. سرجوا الأحصنة، يجب أن أقوم وإسحاق برحلة. لكن هذه الرحلة لم تكن تشبه أي رحلة أخرى، فلم يكن أحد يدرك أن الله كاختبار لإيمان إبراهيم طلب منه أن يضحي بابنه. أما إبراهيم فبعدما آمن طوال حياته تعلم أن يطيع الله، إلا أنه لم يكن يستطيع أن يفهم هذا الطلب الغريب. كيف يمكن لله أن يطلب مني أمراً كهذا؟ أنا أعرف أن ذلك غير منطقي، لكن يجب أن أؤمن أنني حتى لو ضحيت بإسحاق فإن الله سيعيده إلي بطريقة أو بأخرى، حتى لو تطلب ذلك أن يقيمه من الموت. ترك إبراهيم وإسحاق الخدم وراءهما واتجه نحو الجبال، لكن فضول إسحاق كان يتزايد. ثم أمر غريب، فنحن لا نسافر عادة بهذه الطريقة. عندما أصبح إبراهيم وإسحاق وحدهما على قمة الجبل قاما ببناء مذبح. هذا الحطب يا أبي، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ الله يدبر يا ابني. فجأة التفت إبراهيم وربط ابنه إسحاق. أبي، إذا أراد الله أن أقدم له ابني الوحيد فها هو. فجأة سمع إبراهيم صوت الله. ارفع يدك عن ابنك، فأنا لن أدعك أبدا تقوم بعمل كهذا، فقد أثبتت لي أنك مؤمن بي، لأنك لن تتراجع حتى من أجل ابنك. وفيما كان إبراهيم يتنفس الصعداء رأى خروفا ممسكا في الغابة بقرنيها. إنه خروف للمحرقة يا إلهي، أشكرك. حل إبراهيم إسحاق بسرعة من رباطه ووضع الخروف مكانه فوق المذبح. يا أبي، أنت أعطيتني إلى الله وهو أعدني إليك. نعم يا ابني، كان هذا امتحانا لإيماني. يا إسحاق، إياك أن تشك يوما في حكمة الله ومحبته. سجد إبراهيم وإسحاق لله وشكراه. ومن أجل أنك أطعتني أقسم أنه بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض. في طريق العودة سبق إسحاق أباه متذكرا مشاهد ذلك اليوم، فكان لا يزال يشعر بالحبال تقيده فوق المذبح. يرى سكين أبيه ففرح لأن الله فداه ولم يمت. ركضت سارة خارجة من المخيم لتلاقيهما. إسحاق، ماذا جرى؟ ذهبت في الصباح ولدا، وها أنت الآن تعود رجلا قويا وحكيما كأبيك. تعلمت من أبي ثمن الإيمان، وتعلمت من الله قيمة المكافأة. ازدهرت عشيرة إبراهيم في السنين التي تلت، وفي أحد الأيام شاع خبر محزن في المخيم. ماتت سارة.